أنه قاصر عن إشباع هذه الحاجات أو حل هذه المشاكل. نحن كما نؤمن كمسلمين أن الإسلام تام كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنحن نعتقد أن الإسلام كماله وتمامه أنه يأخذ الإنسان مما هو عليه، يأخذ الإنسان من نعومة أظافره إلى نهاية حياته إلى ما بعد الموت في طريق رضا الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نبعث وندفع، ودائما ما نحث الناس على أن يعيشوا الإسلام في جميع جوانب حياتهم تطبيقا، وليس فقط نظريا وليس فقط اتباعا. احنا ما نريد اسم بدون مسمى، ما نريد قالب بدون قلب، احنا نريد مظهر وجوهر. لذلك احنا عليكم السلام، لذلك احنا نريد نتأكد ان فعلا هذا ما نؤمن به. خلونا نلقي نظرة على هذا الإسلام. واحد أيها الأحبة، الإسلام دين يحترم العقل والمنطق. الإسلام يحترم الدين، دين يحترم العقل والمنطق. لا يوجد في الإسلام ما يخالف عقل الإنسان، منطق الإنسان السليم. وهذا نستطيع أن نستكشفه في كثير من الآيات التي دائما ما تدعو إلى التفكر، دائما ما تدعو إلى التدبر. أفلا يتفكرون، أفلا يتدبرون، آيات لأولي الألباب العاقلين أفلا يعقلون. فنشوف هذه الآيات اللي دائما ما تحث وتتكرر وتدعو المسلمين إلى أنهم يتدبرون، يشغلون عقولهم. هذا دليل لو أن الإسلام، لو أن الإسلام قاصر أو أنه دين لا يحترم عقل الإنسان، لماذا يدعوه إلى التفكير؟ لماذا يدعوه إلى التدبر؟ عندما دعاه إلى التدبر، عندما دعاه إلى التفكير، هذا دليل على أنه العقل الصافي، العقل الحقيقي، العقل الغير واقع تحت التأثيرات، يقدر أنه يصل بكل أريحية وبساطة إلى أن الإسلام هو الدين الحق. مو بس آيات، عندنا كثير من الروايات، أحاديث الأئمة عليهم السلام والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، دائما ما تبعث ودائما ما تحث على العلم والتعلم. اطلبوا العلم ولو في الصين، ليس منا من لم يجعل في أسبوعه يوما يتفقه فيه في الدين. ليتصيات على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. طلب العلم فريضة على كل مؤمن أو مؤمنة أو مسلم ومسلمة. خوب، ليش أنت إذا ما تحترم، إذا هذا الدين ما كان يحترم العقل، ما يحترم المنطق والتفكير والعلم، ليش يبعث الناس أتباعه إلى أنهم يتعلمون؟ ليش يبعث أصحابه على أنهم يتفقهون في الدين، يتعمقون في العلم؟ مو بس كذي، هم كذلك موجود عندنا كثير من الروايات التي تمدح العلم والعلماء، كثير من الآيات التي تمدح العلم والعلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. دائما ما عندنا روايات تمدح العلم، آيات تمدح العلم والعلماء، وروايات كثيرة علماء أمتي أفضل أو كأنبياء بني إسرائيل. العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء.
تمدح العلم، تمدح العلماء، تحث على التعلم، في خلاف كثير من الأديان التي تقف أمام العلم والتعلم موقف سلبي وتعدم العلماء. تعدم العلماء. أرسطو كيف مات؟ لما جاء بنظرياته قالوا إلى هذه النظريات ليس لها مكان، هذه ارتقات. غاليليو الذي قال بدوران الأرض، عندما قال بذلك الكنيسة خيرته، إما أن تعدل عما تقول به أو هذا كأس السم تشربه وتموت. كانت تقف موقف سلبي من العلم، تعتبر أن العلم هو ما قالت به الكنيسة، وأن خلاف ذلك كله هذه هرطقات يتهم صاحبها وإن كان على أساس ديني. لذلك هذا خاف الرجل على نفسه وعدل عن آرائه، وطولب أن يعدل عن آرائه أمام الناس فعدل عن آرائه وكذب نفسه أمام الناس. القصة تقول أنه عقب ما قال كذا وضع يده على الأرض وقال لكنها تدور. يقول دور، ما قاعد، ما أقدر أن أنا أخالف عقلي. فالإسلام بالعكس يمجد العلم، يمجد العلماء، يدفع في سبيل العلم وفي سبيل التعلم. الإسلام دائما ما يكون حكمه الشرعي موافق إلى حكمه العقلي. ماكو عندنا حكم شرعي يخالف العقل، ماكو عندنا حكم شرعي يخالف العقل. كل الأحكام الموجودة شرعا عقلا وشرعا عقائديا أخلاقا توافق العقل. ماكو عندنا حكم يخالف العقل أبدا. ولذلك احنا عندنا مقولة مشهورة، ما يحكم به الشرع يحكم به العقل. وعندنا العقل أحد كواشف والأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية عندنا أربعة: الآية، الرواية، العقل والإجماع. العقل والإجماع كواشف إلى الحكم الشرعي، كواشف إلى الحكم الشرعي. في خلاف كثير من الأديان الموجودة التي لا تحترم العقل، وموجود فيها بعض الأحكام أو بعض الطقوس ما يقبلها العقل. يجي واحد يقدس البقرة، يجي واحد يقدس النار، يقدس الشمس، يقدسون الفروج، ما يقبلها العقل. أشياء ما تقبلها عقل، عقلك ما يقبلها. بعض الممارسات التي يقومون فيها تعبدا إلى هذا الإله غير طبيعية، العقل ما يقبلها. أحد الأحبة كان من طلبة الهند، يقول أنه تناقش مع أستاذه، ناقش ويا أستاذه، قال إليه: أنت عقلك يحكم أنك أنت تعبد هذا الصنم رأس فيل وجسم إنسان عنده أربع أيادي؟ عقلك يحكم؟ الآن إحنا وصلنا إلى مرحلة الناس عقولها تتحكم فيها، ما يصير أنت قاعد لحد الآن تحت هذه وأنت أستاذ جامعة. فقال له كما قال السابقين أيام الجاهلية إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: هذا ما وجدت عليه أهلي. يقول هذا الذي وجدت عليه أهلي: إنا وجدنا آباءنا على ملة وإنا على آثارهم لمقتدون. هذا اللي أنا وجدت عليه أهلي، وش أسوي؟ ما أقدر أخليه، مع أني أنا أعلم أن هذا حجر لا يضر ولا ينفع، وأنا أريد رب كلما أردته يكون موجود، مو أحتاج لأن أنا أروح إلى المعبد وأضرب عليه الجرس عشان أدخل إليه وأدعو عنده وأقدم إليه المال، بدل ما هو يقدم لي التوفيق ويقدم إلي المال. فهذا يدلل الإسلام دين يحترم العقل ويحترم المنطق.
أيضا الإسلام دين التكامل. الإسلام دين التكامل. الإسلام يريد من عندنا أن يأخذ من إيدك إذا طبقت جميع أحكامه، جميع ما يؤمر به، أعلم بنسبة 100% أنه معادلة، مثل ما 1+1=2، أنك حينما تطبق هذه الأحكام فإنك تصل من ورائها إلى التكامل. لما تطبق هذه الأحكام تصل من ورائها إلى التكامل، مو التكامل بس في جانب معين، التكامل في جميع جوانب الحياة، في جميع جوانب الحياة، في الجانب حتى الجسمي، حتى الجسمي في أحكام إسلامية، في روايات وعندنا أحاديث، في أنظمة تراعي الجانب الجسمي عندك، تراعي الجانب المادي عندك، تراعي الجانب الاقتصادي عندك، تراعي الجانب النفسي عندك، كل شيء في كل جوانب الحياة. الإسلام ليه حركة، ليه وجود. أنت اجي تشوف أن الإسلام يلاحق حتى بيت الخلاء، إذا دخلت داخل يجي يقول إليك الاستحباب شنو، شنو المحرم، ما أكو مكان ما يلاحق، حتى داخل غرفة النوم في ليلة زواجك يجي يقول إليك المستحبات كذا، هذه الأمور التي يجب أن تقوم بها. وإحنا تكلمنا في هذا الجانب أكثر من ليلة، قلنا أنه يكون موجود وياك من تختار زوجتك، ويعطيك هم كذلك بعد صفات الاختيار ومقاييس الاختيار إلى أن يلد ابنك، إلى 15 سنة، إلى 21 سنة هو موجود وياك ويعلمك شلون تربيه. كل مكان موجود الإسلام له رأي، هذا دين متكامل. مو بس دين هو متكامل، دين يكمل الإنسان، يجعل الإنسان متكامل. الإسلام حركي، مو موجود بس في المسجد، ومو موجود بس في الحسينية أو في مكان أماكن العبادة، لا، مو موجود مثل ما موجود في الكنيسة بس يوم واحد في الأسبوع وينتهي الأمر، يدخل يقعد يستمع إلى الترانيم إلى العظة ويرجع بيتهم خلاص انتهى الأمر، لا. الإسلام داخل المسجد مثل خارج المسجد، الإسلام في العمل مثل في البيت، موجود دائما يذكرك بنفسه 5 مرات في اليوم أنت تصلي. الإسلام يقول إليك أنا ترى موجود في حياتك، لا تحسب أو راح أو لا تنسى أنك مسلم، غير الآخر الذي يكون بس في يوم من الأيام موجود، بس في يوم من الأيام موجود. الإسلام دين عالمي، مو بس إلى عرق معين مثل اليهودية، إلى اليهود فقط. يعني شنو إلى اليهود فقط؟ يعني أنا لو جئت الآن أريد أن أدخل اليهودية ما أعتبر يهودي أصلي، ما أعتبر يهودي أصلي. يعني شنو؟ يعني كما هم يعبرون هذا دمه موحل، مو دم أصلي، يهودي أصلي. يعني هذا اليهودي الأصلي هو اللي، لأن الدين اليهودية هم شعب الله المختار، هم من هم أبناء الله، هم من الجنة لهم فقط، مو إلى غيرهم، إلى غير اليهودي لا، مو إلى جنة. هؤلاء كلهم إنما خلقهم الله لكي يكونوا تحت أيدينا عبيد لنا، ونحن نكون الأسياد. اليهودي هو من أبوه وجده وجد وجد جده إلى، يعني عوائلهم مرتبطة إلى عصر آدم، إلى عصر أستغفر الله نبي الله موسى. بس هؤلاء اليهود، بس هؤلاء الذين يحق لهم أن يتعبدوا باليهودية، لأن الله أرسل لهم، نزل لهم اليهودية لهؤلاء فقط، مو إلى غيرهم، إلى بني إسرائيل فقط. أما الإسلام إلى العالم ككل، وما يعتبر عرق مفضل على عرق، أو لون مفضل على لون، أو إثنية مفضلة على إثنية، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فضل لعربي، مع أنه نزل على العرب، لا فضل لعربي على أعجمي
إلا بالتقوى. وإحنا هاي اليوم 1,800,000 مسلم موجودين في العالم، 18% هم العرب فقط، 18% هم العرب فقط. أكبر دولة مسلمة ليست عربية. الإسلام دين عالمي. قبل ما أجي أنا قريت دراسة في الطريق، بس دراسة تقول أنه لو لم تحدث أحداث صدر الإسلام لأصبح هؤلاء كلهم موالين لمحمد وآل محمد. هذا الإسلام ليس دينا محدود في مجال معين أو في مكان معين أو إلى فرقة معينة أو إلى عرق معين. ما عنده فرق بين الألوان. صهيب الإفرنجي نفس بلال الحبشي عند الله سبحانه وتعالى بنفس المستوى، إلا أن يتفاضل أحدهما على الآخر بالتقوى. وهذا اللي احنا لازم نعيشه. أنا كمسلم لازم أعيش هكذا. الإسلام دين شمولي. اليهودية لا تعترف بالمسيحية، ما يعترفون بالمسيحية كدين ولا يعترفون بالمسيح كنبي، والمسيحية لا تعترف بالإسلام، لا تعترف بالإسلام كدين ولا تعترف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كرسول. لكن الإسلام يعترف بالمسيحية، يعترف باليهودية، دين شمولي يحترم هذه الديانات، وحينما يريد أن يحاورها يحاورها بالعقل. أنا وإياكم لعلى هدى أو على ضلال أو في ضلال مبين. فتعال، هذا هو سمات الدين اللي أنا أتبعه، هذا هو سمات الدين التي أفخر بها. عقب هذا كله نجي نجاوب الآن على أسئلتنا اللي ابتدينا فيها. هل الإسلام هذا الذي تكلمنا عنه، هل الإسلام يحل جميع مشاكلنا، يسد جميع حوائجنا، يشبع جميع رغباتنا أو لا؟ هني نحتاج إلى نحن نفتح عقولنا شوي. الإسلام متكون من شنو؟ متكون من 3 ركائز مهمة. أساس قوي نسميه العقيدة، بناء ثابت نسميه الفقه النظام، مزينات وهي الأخلاق. هذا هو البيت الإسلامي، الأخلاق والفقه النظام والأساس وهي العقيدة. والركيزة إلى كل هذا والمهم فيه هو الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يمدح نبيه قال وإنك لعلى خلق عظيم. الأخلاق هي الركيزة الأساسية في كل شيء من هذه الأشياء. ولولا وجود الأخلاق هذا النظام يصير لحد الحد. لولا وجود الأخلاق هذا النظام يصير حد الحد. خلونا ناخذ أمثلة. الإسلام اقتصاديا، الإسلام من ناحية اقتصادية، شلون الإسلام يسد حوائج الإنسان الاقتصادية؟ الآن الموجود أيها الأحبة في العالم نظريتين اقتصاديتين، نظرية اشتراكية ونظرية رأس مالية. النظرية الاشتراكية قائمة على ماذا بشكل مبسط؟ قائمة على أننا كلنا نعمل وكلنا نحصل على قدر المساواة. لما تشتغل تحصل على قدر المساواة، أنت وغيرك كلنا على قدر المساواة نحصل. هذه النظرية الاشتراكية ما موجودة الآن في الصين، ماكو دول اشتراكية ثانية. هذه النظرية
وإن كان صورتها جميلة أن الكل راح يحصل على قدر المساواة، لكنها العدل فيها مفقود ميت. شلون؟ يعني الذي يعمل في هذه النظرية، الذي يعمل ساعتين مثل اللي يشتغل 8 ساعات، هذا راح يحصل مثل راح ما يحصل هذا. اللي يشتغل في الشارع في الشمس كذا راح يشتغل، راح يحصل مثل اللي يحصل اللي يشتغل داخل المكان المغلق. الرجل الكبير الشايب راح يحصل مثل ما يحصل الشاب، ممكن الشاب يعطي أزيد. والذي يكون عنده عائلة كبيرة راح يحصل مثل اللي عنده عائلة صغيرة. العدل مو موجود، مساواة موجودة لكن عدل ما موجود، وهذه نظرية ظالمة. إذا العدل ما موجود يعني الظلم موجود. أنا الذي أعمل 8 ساعات راح أحصل مثل ذاك اللي يعمل ساعتين، أنا مظلوم، عندي 6 ساعات ما حصلت حقها. فموجود مساواة لكن ما موجود عدل، والعدل أعطى كل ذي حق. نروح إلى النظرية الرأسمالية. النظرية الرأسمالية قائمة على شنو؟ على شنو؟ أنا عندي رأس المال وأنت تعمل عندي. أنت أنا أدفع رأس المال في المصنع في الشركة اللي أنت تشتغل فيها، تأخذ أنت القليل وبقية الأرباح كلها تدخل في كيسي. أنا أتضخم ماليا، أصير أنا من أصحاب المليارات وأنت اللي تقوم بالعمل، تحصل على كفاف يومك بس. هذه بعد العدل فيها ميت أبدا بعد. يعني هذه قائمة مو بس على أن العدل ميت، بل قائمة على الجشع. وهذه النظرية قائمة على أن الغاية تبرر الوسيلة. وكل شيء احنا تشوفونه في العالم اللي يصير من هاي المشكلة اللي قاعدين احنا نعيشها، مشكلة اقتصادية. أسوي أشياء واجد عشان أحصل على ما أريده، إن أنا أخلي ناس واجد. مثلا أنا عندي شركة أدوية، عشان أمشي الدواء الموجود عندي أقوم أخترع شنو؟ أخترع مرض وأخلي هذا المرض يفتك ب1000 واحد، بعدين أجي أقول لهم ترى الدواء موجود وتعالوا اشتروه من عندي وتعالوا دفعوا عشان تحصلون عليه، ويدفعون عشان يحصلون عليه. هذه رأس مالية. الإسلام هل له حقيقة اقتصادية أو لا؟ الإسلام له حقيقة اقتصادية، وحقيقة الإسلام الاقتصادية قائمة على الأخلاق، قائمة على الأخلاق. لكل من يسعى نصيب، على قدر جهده يحصل. صح، على قدر جهده يحصل. إنزين ممكن أنت تجي تقول لي على قدر جهده يحصل، هذا الشايب جهده قليل شلون راح يحصل؟ راح يحصل قليل، وبهذه الطريقة موجود ظلم، لأن هذا شو يسوي بعد؟ هذا الموجود عنده، هي القوة، هذه الطاقة الموجودة عنده. هني جي تدخل الأخلاق ونجي نقول للغني في ماله حق للفقير. يعني هذا الشايب راح يحصل حقه، راح يحصل أيضا صدقة من عند الغني، أيضا راح يحصل حق باعتباره كبير في السن، باعتباره عاجز. احنا أمس قلنا أن الإسلام قائم على التكافل والتراحم، المجتمع الإسلامي قائم على التكافل وعلى التراحم. يعني ما يخاف الواحد في المجتمع الإسلامي أنه يضر الوحيد، وما يخاف الواحد في المجتمع الإسلامي من الفقر. تعالوا شوفوا اللي طبق هذه النظرية أو هذه الحقيقة الاقتصادية شلون كانت دولته. نقصد من أمير المؤمنين عليه السلام. 5 سنوات من تطبيق هذا النظام، لم يكن هنالك في السنتين الأولى لم يكن هنالك فقير في الكوفة. تمتلئ خزائن بيت المال من الأموال، يجون إليه يقولون إليه، يجي إليه خازن بيت الأموال يقول إليه يا أمير المؤمنين قد فاضت الخزائن، يجي ويشوف الذهب والفضة أمامه فيضربها بسيفه وهو يقول يا صفراء يا بيضاء
غري غيري، يقسم 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 إلى أن يحصل جميع المسلمين على حقهم بحيث يكون هذا عادل. وهذا اللي قوم الجماعة عليه. شنو اللي قوم الجماعة عليه؟ هذا عدل علي، عدل علي هو اللي قوم الجماعة. زمون اللي قام عليه، ما قاموا عليه الضعفاء والفقراء، علية القوم الأغنياء هم اللي قاموا. أنا راح أحصل مثل هذا؟ هذه مجاهلية؟ هذا مهول؟ هذا أمية، أمية بن خلف لما جاء إلى رسول الله، أنا وعبدي بلال كهاتين، أنا ويا هذا نفس الشيء، نفس الشيء. هذا اللي يجون، أنا أحصل كغني ككبير كوجيه لي سابقة في الإسلام، مثل هذا اللي توه داخل الإسلام ما يصير. وش صارت المشاكل شوي شوي؟ وعلي عليه السلام هو الذي قتل الفقر، مو هو يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته، فعلا قتل الفقر. علي عليه السلام في دولته يشبع كل من فيها حتى يحصلوا على كل ما يحتاجون، يأتون إليه. عندنا فائض من القمح، قل له انشروه على رؤوس الجبال لكي لا يجوع طير في دولة علي، يجوع إنسان. فالإسلام الاقتصادي قائم على هذا الأمر، قائم على أعطاء الغني للفقير، قائم وش على ركيزة أخلاقية، ركيزة أخلاقية، بحيث أن هاي الركيزة الأخلاقية تمنع الطبقية، ما يصير في طبقية. هذه الركيزة الأخلاقية تجعل الغني يتحنن على الفقير، الركيزة الأخلاقية تجعل ذلك. أنتم ليش تشوفون أن هنالك كثير من الروايات اللي تتكلم عن الصدقة وفضل الصدقة، وأن الصدقة تعمل عمل كبير جدا؟ ليش؟ ليش هذا الحث الكبير على الصدقة؟ عشان في واحد فقير هذه الصدقة راح توصل إليه ولن يجوع. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. وضرائب الإسلام قائمة على الالتزام، أنت عليك ضرائب تقدمها إلى الإسلام. هاي الضرائب مثل الخمس، وبسيطة يعني مو ضرائب كبيرة، الخمس واجب عليك، والزكاة زكاة الفطر لنهاية شهر رمضان راح ترفعونها، هي الزكاة الواجبة وهي الخمس الواجب. طبعا عندنا زكاة واجبة ثانية، ولكن تلك الزكاة في الغلات وفي الأنعام، هذه قائمة على أسس كبيرة الآن مو متوفرة، أسس كثيرة الآن مو متوفرة. يعني هذا الغلات لازم يصير لازم يعني تسقى من السماء، هذه الأنعام لازم تسوم في الأرض، ما أنت تأكلها ما موجود هذا، وطبعا لازم توصل إلى نصاب معين، الغنم 40 في 40 طلع كذا، هذا ما موجود الآن. لكن عندنا الصدقة اللي تصير في نهاية شهر رمضان، وهذه واجب على كل من. وعندنا ضرائب ثانية إذا كنت ملتزم بالدين ما راح تصيدك، اللي هي الكفارات. عندنا هاي ضرائب موجودة في الدين، إذا أنت التزم دينيا فما راح تحصل كفارة، ما راح تصير كفارة. إضافة إلى ذلك، فالإسلام، لأن الوقت انتهى، الإسلام عنده كثير من الحضور في جميع جوانب الحياة، في بين العلاقة الإنسان مع زوجته موجود الإسلام حضور، وراح نتكلم ليلتين عن الزواج. في كل مكان الإسلام، حتى الإسلام يتكلم في الحرية وفي حقوق الإنسان موجود. أنت تعال اقرأ دينك، إحنا هني أروح إياكم إلى التوصيات. تعلم 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 تعلم، الإسلام يحث على العلم والتعلم، لا توصل إلى مستوى توقف فيه، ماكو مستوى لازم نوقف فيه، ولا في عمر أروح براح أوقف فيه. العلم مفتوح إلى كل من، وكل من لابد أنه يتعلم ويتعلم ويتعلم، مو بس أتعلم، الإسلام يقول لك تعلم عشان تعرف، وتعرف لكي تعي، وتعي لكي تعمل. لذلك ركعتين يصليهما عالم خير من 70 ركعة يصليهم عابد أو جاهل. ليش؟ هذا بعلمه. فأنت تعلم لكي تعرف، لكي تعي، وعندما تعي
تعمل وتعمل هذا العمل ثقله كبير جدا وإن كان بسيط. هذه الركعتين بسيطة في قبال السبعين، وإحنا ننظر إلى الكم، ننظر إلى الكيف وما ننظر إلى الكم. فق أن ما يطرحه الإسلام هو الأصلح. كل مشاكلنا، إذا صابك مشكلة ارجع إلى الدين، ما يطرحه الدين هو الأصلح إليك. ثق أنه هذا هو الذي يطرحه الدين هو الأصلح إليك. ليش؟ لأن احنا هلا ندرسه، ما يحلله الدين يحلله على أساس المصلحة، وما يحرمه يحرمه على أساس المفسدة. ليش يجي يحرم الخمر؟ لأن فيها مفسدة. ليش يحرم الزنا؟ لأن فيه مفسدة. ليش يحرم القمار؟ لأن فيه مفسدة. ليش يحلل الزواج؟ لأن فيه مصلحة. ليش يحلل البيع؟ لأن فيه مصلحة. وبهذه الطريقة احنا قائم، الحلال والحرام قائم على المصلحة والمفسدة. طبق ولا تخف في الله لومة لائم. أنت ما تسمع لما أمير المؤمنين يجيبون قضايا ماله أنه دائما ما يجي هذه اللفظة وياه، أنه لا يخاف الله لومة لائم. أنت لما تطبق الدين، هذا هو الدين، وهذا الدين لما يطبق يذعن له الناس شرعا وعقلا، يذعن له الشرع والعقل. احنا تكلمنا عن الدين يغذي العقل ويطابق العقل، فاللي يخالف ولا يلومك هذا إما عنده مشكلة عقلية أو مشكلة دينية، وإلا تطبيق الدين، تطبيق الدين يتوافق مع العقل. ولا تخاف في ذلك لومة لائم أبدا. تعلم الأخلاق، تعلم الأخلاق، تعلم الأخلاق في شهر رمضان. خلي يكون شيء من هذا موجود في خطتك، تتخلص من شيء وتكتسب شيء. ولا يصير الخلق بس موجود صورة، لازم يصير معنى داخل يتحرك، داخل داخل جسمك يتحرك، داخل عقلك يتحرك، لأنك سوف تحتاجه في أقصى الظروف، في أقصى الظروف تحتاجه. تعال إلى أبو فاضل العباس بن علي عليه السلام، هذا الذي أخلاقه، وهو الذي قال له الحسين، قال له الحسين بنفسي أنت، بنفسي أنت، قال له هذا، يعني هذا قيمته شقد عند الإمام الحسين لما يريد الإمام الحسين أن يفديه بنفسه. وقلبه يتلظى من نار العطش، نزل إلى الماء، أحس ببرد الماء، غرف غرفة، أدنى الماء من فاه، هني تحركت نفسه الأبية، تحرك الإيثار، تحركت الأخلاق، رمى الماء حينما تذكر عطش أخيه الحسين، ثم نادى نفسه يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني، هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، تالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. ملأ القربة توجه نحو المخيمات، تحاوطه القوم حتى قطعت يمينه وشماله، وأصابه السهم في عينه، وأصاب سهم القرب فأريق ماءها، انحنى على ركبته يريد أن ينزع السهم من عينه، سقطت خوذته، جاءه ذلك اللعين، ضربه بعمد عم حديد على هامته، فسقط عن ظهر جواده وهو ينادي أخي حسين عليك مني السلام،
جاء الحسين يركض إلى أخيه، ما أن وصل عنده رآه مقطوع اليدين مفضوخ الجبين، السهم ناشب في العين، وضع يدا على خاصرته أخذ ينادي: الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، الآن شمت بي عدوي. جلس عند رأسه قد رام يلفمه، ولكن لم يجد موضعا لم يدمه حد السلاح فيلثم. لكن يا خويا أبو الفضيل، في وين الجفو؟ قال لا يا خويا تقطعت ما بين الأصفو، ودمي على عيني نشاف يا حسين ما جو، نشف دمومي يا بقية الهاش. قال لا انا بدمعي لنشف لك دموما، تمنيت انا لهالحرام الله يدوم، لكن بهذه الارض يومي ويوما، والضيع بعد عيني يا خويا هالخواتي، تخاصر على عضيدة يا ويلي وصعد انفا، يا جمرة الكون التي ما قطت اندا، ظهري تراه انكسار من عقبك يا عبا، طاح الحمل وتفللت من العزاي، عزم يشيل للمخايم قال مارو، خلني على الشاطئ أعالج طلعته، ما أقدر أروح الخيام وانظر زينب تنوح، وانظر دمع سكنة على الخدين ساج، خويا يا خويا انكسر ظهري ولاقدر اقوم، صرت مركز يا خويا الكل الهموم، خويا استفرداني بعدك القوم، ولا واحد علي بعد ينغر يا آر، ولا واحد علي بعد يا آر ينغر، أخي من يحمي بنات محمد، نسألك اللهم وندعوك بأحب الخلق إليك محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء، سهل مطالبنا اقضي حوائجنا شافي مرضانا لا سيما المنظورين ومن أوصونا بالدعاء، اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدوائك، والبسهم اللهم لباس الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع اللهم تقبل منهم أعمالهم ولموتاهم وموت الحاضرين ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.